يعني الجدرون ترمي دكت تجبدو، يعني ما يعني الدعوة قاع مخروبة. أدروها صراحة، بس هادو ما يعرفوش يبنوا لو كان ماشي الشناوة اللي جاو يبنوا زيريين، ما يبنوا والو. ومن بعد يقول لك لازم نكونوا كيما سنغافور ونكونوا، هو يضل يرقد على 12 ومن بعد يقول لك لازم نولوا كيما سنغافور. الشناوة شتهم كاش يخدموا التيكر يا طاش يا طاش، ما يرقدوش. كي يقول لك نطلع لك باطيمة في طون يطلعها في طون. راهم المشاريع قاع حابسين، راهو الوزراء يدخلوا يقولوا كيفاش، يقولوا مازال واحد طاولو يبني مسيد راهو قاعد فيه سنين. عباد يخدموا تيقر. اخويا انا يا شنو لي شو الدوزن اللي عطيتوه المراد هذاك تاع ميلانو، جيبوه لي انا نبنيكم الباطيمات كاش مشكل كاع، انه مراد هذاك خرج ماتريال تاع تشغيل الشباب بوبا تاع بيطون كتير الارشيتكتير، علاش البيطوناج والكاري داير حاله؟ لما كاش ارشيتكتير هاد ما كاش الارشيتكتير نقول وين لك على قراو في بلاصه وين يبنوا هكذا سجون؟ وراهم هاد لي زارشيتكت هادو، ما كاش لي زارشيتكت كاين والو. ميم والله البري كانوا والله غير فيما عندنا اللي مير جداتي، كانت عندي جداتي وماتت، كاين لي زارشيتاكت. نعم انا نشوفوا البريفي كي يبنوا فيلات كيف كيف لي زارشيتاكت اللي يجيبوهم، غير البيطوناج والكاري والكاراجات وكذا، يعني ما كاش والو، ما كان اوكين ايدي يا ريان دو تو. كي تشوف لي فري زارشيتاكت على برا يخبطك بدار يعني وحدها يونيك. هادو قاع يتشابهوا، تدخل للتيوا تاع الفيلا هذا قدام هذا، هذا يشبه لهذا، تقول تفهموا قاع باش يبنوا كيف كيف. خلينا التيكر. اسمع، احنا جزائريين ونعرفوا بعضنا، يوم ما يجيبش ارشيتكت يتفاهم مع واحد يقول له انا نبنيها لك، واللي يحفر هو اللي يدير البيطون، هو اللي يبني، هو اللي يصبغ، هو اللي يلبس، هو اللي يخدم له خدم البارودج. دونك ما عندناش هذه الثقافه، هذه وحده. علاه؟ دير اسمح لي اسمح لي، الارشيتكت وش يدير؟ لازم ارشيتكت كي تبني ما كاش رزقه ما يجيبش ارشيتكت، ما يجيبش وراه اللي راه يبني دوكا يروح يجيب ارشيتكت. هذه فيما يخص الخواص، نهار تروح للدوله، الدوله دوك الى الارشيتكت ها البيرو ديتود مكتب الدراسات يروح يدير كونفونسيون مع لو بي جي ولا مع لا تليب ولا مع لا ديال ولا كذا ولا ما على باليش. درك المشروع اللي مد اللي يدير لا كونسيبسيون واللي يدير السويفي عنده دفتر شروط، شكون اللي يقبل؟ لو بي جي هي اللي تقبل، ما تحاسبوش، ما تقولوش جيب لي نشوف، نو قال ها هي منها شابه وتشوف من بعد يبدا عبالك من بعد وشنو البيرو ديتود، جيب لي زارشيتك تشتد وري لي بيرو ديتود راهم ريكريتي الا من رحم ربي، ريكريتي غير اللي عنده 6 شهور من اللي خرج من الجامعه. هذاك اللي خرج من الجامعه باش تولي عنده لاكريمو لازم يخدم في مكتب دراسات اقل شي عام عامين باش يعطيو له لاكريمو. دونك كي تجي ليه واحد عنده مكتب دراسات يقول له انا نجيبك تخدم عندي باش تدي لاكريمو بصح خاصك 3 ملايين، كل واحد اللي يخدم 3 ملايين تستنى يبدع لك؟ ما يبدعش. قول باللي لي زارشيتاكت اللي عندهم لو طالون هربوا باسكو ما عطاولهمش حقهم هنايا، ما طاولهمش حقهم، ما والدوله خلوهمش. في وقت العصابه، اسمح لي لا فرونشي، في وقت العصابه ليتود قال نعطيو لها 10 مليون دينار، ما كي هو راه يشوف باللي المبلغ هذا ضعيف جدا ما يكفيش، ويدخلوا لي كاسور دو بري كانه راه قاعد يقول لك انا نديه. من بعد يبدا واش يدير؟ كوبي كولي كوبي كولي، ما يعرفش كلش، يعني يمرواتي كلش، قال هذا يديسيني بلوك ومنا قال شومبرا بيسي دوش منا، ويبدا يسقم دني هذه منا باش علاه باش ما يكثرش لي شوت بزاف، قال باش ما يكثرش الروكارات لسق كوزينه مع البيسي والدوش تاع سالاموندر تاع سالامان تاع مستغانم هذوك لي شارلي اللي قدام البحر. يعني انا كنت في هذاك التيو كي كانوا يتبناو، يعني كارثة.
كارثة كبرى، يعني ما عندهم حتى تيو، يعني يبنوا واحد البنيان يحيروك، باسكو لي بون زارشيتكت il faut bien les payer tout simplement وهربوا باسكو تاع معرفة هادويا، جيب فلان وجيب فلان وجيب فلان، وقاع بيطون قاع دي فيلا يتشابهوا، تدخل زون بافيون اللي فيها لي فيلا قاع يتشابهوا، ما كاينش فيلا ديفيرونسي غير لا كولور برك، سينو قلت انت كوبي كولي تيغر، يعني الفيلات قاع يتشابهوا. اسمع، الناس ولات عابه كيفاش تخدم. ما كاش الناس ما تحترمش الحرفه. وقت العصابات كوارث، باش نقول لك باللي انا اعوذ بالله ما قلت، انا نهار اللي لونساو لابيل دوفر نتاع السياج الطائره الجيري في باب الزوار، شوف كاين الناس، سيد من وهران اسمه عادل، ما نكذبش عليك، تشوف يعني الماكات اللي دارها تاع سياج دائرة الجيري راسك يضرك، حاجة ماشي ليكس، حاجة فوق الليكس، حاجة خارقة للعادة. لمن نعطاو البروجي؟ الخطيب العالمي، الخطيب العالمي مكتب دراسات سعودي، هذا السياج اللي جابوا بروبوزاو لهم باش يديروه، باش الناس قاعد تسمع، واللي حاب يزعف يزعف. هذا في اوتيل، ماهوش مام باسياج، اوتيل فندق، جابوا لهم بدلوا شويه باب في الفاساد، وزاد له بوس بوليس هذاك اللي جاي مدور. انا ما كاش نتحدى اي انسان شاف الماكات انت اسياج طائره الجيري قبلي، ما كاش والله، ما يسعى واحد شافه قبلي في 2006 2007 دخلت الجزائر، عرضوه على لبناني، لبناني ما قبلش عليه باسكو لي زانفراستركتور تاعو لي رادي تاعو ياكلوا بزاف البيطون. وكان نقول لك البيطون اللي داروه في لي فونداسيون، الناس اللي تسكن في السيكتور ولا الناس اللي تخدم في الدومين تاع الباتيمون، يروحوا يشوفوا السياج الجديد تاع اير الجيري اللي راهو تحت البي ام بي باريبا، نتحداو اي انسان يجيب لنا شحال كلات بيطون، يعني لي سومال لي رادي تاع نتاع هذا السياج شحال كلات بيطون، قسما بالله العظيم غير اكثر من 6500 متر كوب تاع بيطون غير في لي فونداسيون سياج تاع اير الجيري. نعم 6500 متر كوب، نعم 6500 متر كوب، على بالك واش تبني لك بلاد كلاوها ثم، ومن بعد ما تفاهموش، ومن بعد جابوا كونسيدار، ومن بعد جابوا خلوطه كبيره، مع التالي زاد السياج نهار اللي راهو بدا يبان راهم قريب يكملوها، على كل حال حبس وقيله واحد 6 سنين ولا 7 سنين هو حابس، كاين قدامه بي ام بي باريبا بدات موراه، بي ام بي باريبا كملوها، موبيليس بدات موراه كملوها، كملوا بزاف لي بروجي. كان هذاك وين لي فرا والسيت نتاع نظن وقيله ايرالج تاع جيزي نتاع هذاك سيت، واش اسمه السيد هذاك نعرفه اللي كان كاري لي باتيمون تاعو الجيزي، باسكو راهو خلاص خرجوا من ثم، نظن انه جيزي من جيزي داروا فيها جديد. هذا نهار اللي لونساو لابيل دوفر باش الناس تعرض يعني التصميمات نتاع المقر الجديد نتاع الخطوط الجويه الجزائريه، جابوا ماكات من عند خاطب العالمي، نعم، وشكاره تاع الدراهم، يعني السعر نتاع هذا المخططات تاع المشروع هذا بتاتر 10 مرات اضعاف اللي طلبوه مكاتب دراسات جزائريه، ما طوها لهمش في وقت العصابه. نعم شكون اللي كان في هذاك الوقت؟ رقاب، هذو ما كانت الدراسات ومنها، لأنه تيقر انت بأنك في الاختصاص هذا وتعرف الارشيتكتير بصراحة العبارة، اسكي كاين ارشيتكتير في الجزائر؟ شوف كاين وما كاش، كاين كانت وقت وما تحبست، تروح تشوف لا كونسيبسيون تاع الجامعة تاع باب الزوار وتشوف كاين امور في الجزائر، لكن مؤخرا سوتو في اللوجمون مساكر، واش بدلوا لي كولور، كنا بكري نسبوا كاع الباطيمات الصخوره، دخلنا جرونا درنا كريفي، بدلنا لا كولور تاع البيبان، كنا نديروهم كاع بيوضه وصخوره رجعنا نديروهم مارو، بصح ماهيش ابارتمون، سامحني ماناش نهضروا على لا سيرفاس تاع لابارتمون 90 80 تبدا من 78 متر، هذيك هي عادي جدا،
اف 3 كاين اللي فيها من 80 متر حتى ل 104 مترات 105 مترات، اف 4 تكون فيها حتى ل 112 114 عادي جدا، انا نقبلها. لكن البروبليم تاع لي شابي تاع لاوتور تاع اباركمون داخل 42 45 يا صاحبي، احنا ما عندناش شناوه، هذه وحده. ولي فينيسيون شفتهم من الداخل، كاين الناس يدخلوا للديور يعاودوا كلش تيكل. لي فينيسيون شوف كي تولي تمد 13 وما كاش الرقابه، شنو لو كان ما تعسوش راهو ماذا به ما يفيبريش البيتون، يديروا عبا كيفاش يديروا لافيس مو، مخك يحبس لافيس مو عجب يدير الماء بزياده حنا باش ما يفيبريش باش يخرج نيست تقول اه ولا البيتون تاعو شباب، والبيتون تاعو صاي سي بون. البريك تشوف كيفاش يخدموا البريك، لا دوز ما يعطيولهاش حقها تاع نتاع المورتي اللي يخدموا به لابريك، ما كاش كاش اللي كونترولي ميم هذاك لاشين. اسمح لي كونترولي مون فرار، دوك مكتب الدراسات جايب واحد ارشيتكت يعطي له 4 ملايين او يطلع خطره في السمانه اللي يضرب دوره في شونتي ما يدورش ما يخرجش مليح، نهضروا الصح ما نكذبوش على رواحنا. انت يا كاين ناس شوف روني في الباتيمون ما يخدموهمش، علاه دومون دير غلا يديروا ليكونومي الشركات، بصح لو كان الشركه يفرضوا عليه يريكريتي الماكسيموم تاع الناس اللي طور مكتب الدراسات، لو كان يدخلوا زوج ثلاثه للحبس الناس تتستف. انت كي تريسيبسيوني بلونشي مع الشناوه المهم ما تهبطش من فوق البلونشي، انت تهبط سيدي ناحي لوردي ناحي الحديد ناحي الاخر خلاص تسنيت لو بيبي يكولي ماكش واقف معاه، دونك سي بو سا راهم يصراو الكوارث. لا ريسيبسيون شنوي عنده زوج تليفونات، مام هذاك اللي معاه يقول له ما تقوليش في التليفون يعيط للسيد، السيد يعيط للمعلم تاعو يقول له اسمع خلي خلي يقول هاي كيفاش كانت تمشي. تبون على حاربوه كي كان في السكن على حاربوه، لانه تبون اضربهم بالمارطو للراس، وانا على بالي عليه خاصه في لي لوجمون تاع المقاولون العرب اللي في المالحه، لانه كي جاب المصريين شنو ما حبوش. المصريين كي جاو في الاول كانوا يخدموا سيريو، مع التالي المصريين داروا مساكر المقاولون العرب اللي في المالحه وين تونيل اون فاس المان و سوسيتي جينيرال هذو الباطينات والتراكا تراكا داروا كوهريث. تراكا بنوا باطيمات بتري سودي، باطيمات بتري سودي لو كنت تهدر يقول لك انت ما تعرفش هذه تكنولوجيا جديده من تراكا. صراو كوارث لي باتيمون ونخدمو تراكا، تراكا بعد بزاف. شوف لي فور في الباتيمون خير من شناوا، نهضرو الصراحة لي بورتيغي فور كاليتي كادونس يريسبكتيو لي بلون. كاين بزاف دي زارشيتاك دو كرون طالون، سوا بدلو حرفة وسوا قلعو فهمت، وقعدوا غير يعني ما نقدروش نوصفهم باسكو سي با دي زارشيتاك تاع ميم لي كوندكتور دو طرافو هو كاع تاع تبزنيس وكاع تاع خرداج ويريكريتي لي كوفر اللي يعرفهم في جيرانو ويريكريتي اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك البنيان في الجزائر كور واعطي العور كيما نقولوا حنا. والله غير عندك الحق. شوف نعطيك اكزومبل، نحكيو على الكونديكتور طرافو، تروح تقلب في 90% من لي شونتي اللي كاينين في الجزائر للاسف الشديد ما كاش كونديكتور طرافو. نقول لك علاه، لانه احنا عندنا مشكل كبير، احنا نمشو بالاسم، قال هذا قاري وهذا ماشي قاري، تلقى هذاك القاري حابس في عقبه، انا شتهم ماشي قالوا لي، ولا تلقى كونديكتور طرافو وهو العمود الفقري تاع اي شونتي. ما عندناش مدارس اللي راه يتكون في لي كونديكتور طرافو، مع انه هو العمود الفقري تاع شونتي، لانه كي تروح تجيب ارشيتكت ما يفهمش في التريسيتي، حاجه خفيفه، ما يفهمش في لاكليم، ما يفهمش في الديزون في ماج، ما يفهمش في الجيني سيبيل. مي كونديكتور طرافو يفهم في الجيني سيبيل وفي التريسيتي وفي في الكورون فابل ويفهم في كلش.
ارشيتكت فنان، ماشي خدمته في الشونتي لارشيتكت. اسمح لي، لارشيتكت ماشي خدمته الشونتي، لارشيتكت خدمته البيرو. لا ماجوريتي تاع لي كوندكتور طرافو اللي كيما كانوا عند حداد هذوك ماشي دي كوندكتور دي طرافو هذوك، بالخبز ما تخدموش. يعني ما تخدموش اجونت سيكيريتي ما تخدموش هذاك. على كونديكتور طرابو الناس ولات تهرب منها، لانه ولا فيها المطرق يضربوهم. على يضربوهم لانه دوك انت يا بيرو ديتود جايب انجينيور في الفروه، انجينيور في تريسيتي، وانجينيور جيني سيفيل، وارشيتكت، والشوفور، وجايب لهم واحد معاهم كش مدير لهم فوتوكوبي. هادو كاع يخرجوا يروحوا ريسبسيون بلونشي، كي تقول له يقول لك انا خدمه، انت ما تدخلش روحك، انا هو الماتر دوفر، ولا انا هو مكتب الدراسات، انا هو الانترميديير بين لونتربريز والماتر دوفراج. دونك يدير كيما يحب، مي لو كان تروح تلمهم هذوك في خمسه ما يخلصوش خمسه تاع راجل واحد، ويغيروا من الكونديكتور. بالك تلقى كونديكتور اللي يكون محترم يخدم في شركه ويحبوا مول الشيء، يعطي له بالك 20 25 مليون في الشهر، شونتي تاع اللي فيه انفلون فينونسيير تاع 500 600 مليار، كي يعطي له 25 مليون الا كان خدم. انا نعرف بزاف لي كونديكتور يطيروا من المقلع، يطير من المقلع، خير من ارشيتكت وخير من انجينيور جيني سيفيل. يعني كاين ناس ما شاء الله. نعرف انسان، انا نعرف دي جون في عمره 60 سنه، سعيد مثلا، ما قراش، وليد شهيد ما قراش، بصح في التريسيتي، في لابلومبري، في الشوفاج، في الاخر يطير. كي يروح يخدم ولا يدير اونترتيان يقولوا له اعطينا الدبلوم. انت يعطيك واحد دبلوم ارشيتكت وحابس في طلعه، تروح تريكريتي تاع انجينيور وجيني سيفيل ما يعرفش يدير حتى لون دو كالكول، وخواف. باش تخدم في الباتيمون لازم تكون محزم وتكون منور دوم، تروح تخدم في شونتي فيه 700 800 تراس، وانت داير البانتو وداير الكيراتين ولابس تريكو مزير ومنا، وتفطر خبز وياورت، وتروح انت تدخل في وسط لي فيراير وتحوس تفرض روحك. نو، اول باتيمون راه عالم معقد جدا. الجزائر هذا هو المشكل الوحيد، ماشي ما عندناش، عندنا بصح هادو الناس ماشي محميين. تروح تشوف انجينيور انجيني سيفيل وتشوف ارشيتكت في الاداره، تلقى الارشيتكت عنده قيمه اكثر من الانجينيور جيني سيفيل. الانجينيور مغيب مع انه هو الصح في الباتيمون، الصح الانسان اللي لازم نعطوا له قيمه هو الانجينيور تاع جيني سيفيل. انا نهضروا على الناس اللي متمكنين وعندهم طالون في الدومين. ليش انا نعرف دي انجينيور كان عنده هربين يبيع الطوماطيش في الطريق، انجينيور اللي يروح يبيع الطوماطيش ولا يخدم ريسيفر في كار، انا هذاك خلاص نحي له كاع ديبلوم، لانه هذه الحرفه لازم تحترمها باش تحترمك. والباتيمو لازم تكون شيكور باش تخدم في الباتيمو، ماشي معناتها شيكور قبيح، نو، تكون كلمتك تمشي وتعرف واش راك تدير وتعرف. يعني علاش هذو الناس اللي راهم يخرجوا من العسكري يخدم كونترا زوج ويخرج؟ هذو الناس لازم يحصيوهم ويديهم يكونوهم في هذه الامور، شيف تشونتي، كونديكتور ترافو، ريسبونسابل دو جروب تاع لي زاجون سيكوريتي. هذو الناس يستعملوهم باسكو عنده عقليه ومتمرس ومنضبط. انا اعوذ بالله من قولة، انا ما عنديش بزاف شيف كونديكتور ترافو قاعد في الارض ما نكذبش عليه، شحال في عمرك وليدي؟ قال لي في عمري 22 سنه. تشوف هذوك اللي يخدم معاهم من الداخل تالي فيهم في عمره 50 سنه وكاع من دي موستاش ولا هي ما تنطلوش. انت كونديكتور ترافو؟ قال لي ايه. ما تقدرش يا وليدي مع الناس، ما تقدرش، ما تقدرش تكون، لانه باش تفرض روحك ما تقدرش. انت كي يكون عندك انت شونتي فيه دي زيكتار جابوه معرفه باينه فوالا، انت يا عندك شونتي فيه دي زيكتار، لو كان ما تكونش منور دون وشيكور، ماشي شيكور معناتها تحقر، نو، تكون انسان عندك هيبه كي تدور في الشونتي الناس كاع تولي تجري. تروح لواحد تقول له اليوم تكمل هذه الحاجه، ما تكملهاش نحاسبك تروح داركم. ناس تخدم بصح انت تريح النوني، ودرت الصباح درت لاكريم في وجهك باش ما تحرقكش الشمس، وجيت تخدم في شونتي ما تقدرش. وهذا الامور سورتو كونديكتور ترافو، لا ماجوريتي تاعهم تلقاه يخدم بيده، يروح يلقى ماسو ما يعرفش ينحي له الماتيريال ويخدم. قال هاي كيفاش تخدم، يفورمي ناس. بصح كيما قلت انت، انا شفت ناس والله العظيم دي فوا حبست خطره في بين في وساره يخدموا في بون،
حبست، السلام عليكم، جبت لهم الماء بارد. السلام عليكم اجماعه، هاك ادي لهم يشربوا الماء بارد، اني حبست عليهم انا سخانه، كانت سخانه. بعد شفت واحد السيد صغير داير ماركو هكا في الحزام تاعو، قلت له الواحد شحال في عمرك؟ قال لي في عمري 19 سنه، ذري صغير. واش تخدم؟ قال لي كوفرور. وين يخدم كوفرور؟ في بون. قلت له هذه السنتوره اللي راهم حاطينها من الفوق واش يعيطوا لها؟ قال لي والله ما على بالي، ما يعرفش وشنو هذيك الحاجه اللي راهو يخدم فيها، ما على بالوش، ما يعرفش، ما يفرقش بين البورتوز والترانسفيرسال، ما يعرفش، ما يعرفش، ما يعرفش شنو هو الرول تاع الماء في البيطون، ولا الحديد في البيطون، ولا هذا الحيط شحال يعيش، ولا كي ندير هذه الحاجه واش تاثر، ما يعرفش هذه الامور. اقل شيء انت عندك اونتربريز وعندك شونتي كبير، روح جيب يا سيدي، ما راكش قادر، ما عندكش، ما لقيتش الناس شوفروني، دير نهار في السمانه دومي جورني، ابني اونكار ودير فيها كراسه لداخل، وجيب استاذ ولا انسان من السونتر ولا، قال يوميا بالخميس كما كانوا يديروا كاع الشركات بكري، ندير نص نهار في السمانه، نجيب انسان طابلو ولا داتاشو يجيب تصاور ويوري لي دي، قال لي يصرا في دي شونتي، الانسان هذا يقرا الامن الصناعي، يقرا كيفاش نخدم، كيفاش ما نعياش، كيفاش ما يحوش يفهم شحال لي فاكتوري لا فان دو موا، هذا واش يحوس، يروح يشري سلعه يخدم بها، المهم تكون مونشر، مهم يربح، ما يحوش يفهم حاجه واحده اخرى. مي نهار اللي تولي تتفورمي يعني ايكيب، ولا تفورمي يعني 100 ولا 150 خدام، غدوه تخدم بالسيجار، تحكم لي شونتي بلا ماتريال تخدم، علاه لا كاليتي تلعب دور كبير، حتى ولو كان دير روتار في لي ديلي وتكون الخدمه نتاعك مليحه، يلا غالب، احنا اللي غلطنا ماشي هو اللي غلط، باسكو الحاجه المليحه تتطلب الوقت. بصح انت كي تجري موراه تقول له السيد يبني في ليكول بريمير، تعطي له ديلي ديكزيكسيون 10 شهور وما تكونتروليش، على بالك واش يبدا يدير؟ يبدا يجيب لك السيد كان يغسل البصل في الوادي يجيبه يخدم كوفرور يخدم ماسون، الرقابه ما كاش، المديريات ما يخرجوش، يخرج يروح يريسبسيوني يديه على من يديه، نقولوها للامانه، ماناش نهضروا درك، انا نهضروا من قبل، للاسف الشديد الناس اللي خدمت في الدومين تاع السكن واللي خدمت في الدومين تاع الباتيمون يديها على 11 ونص، يجي يرفد السيد اللي ريسبسيوني له يديه من البيرو على 11 ونص، 11 ونص كي يلحق للشونتي يقول له وراه من الخدامين راحوا يفطروا، بون عاود هذه وعاود هذه وعاود هذه، معليش اكتب اللي كانوا يمدوا لي شونتي بالمعرفه قري يا قري، كانت قري يا قري، السيد باع 10 قطارات تاع ارض، وباع البقرات، وشرى بيطونيير، وشرى طونوبيل والبسكوس تيما، ها؟ ولا يدي لي بروجي، ويديو لي بروجي، يخدموا الصبيغه، الصبيغه اللي هي صباخه صبيغه بكري، كانت صبغ باتيمون تشد 10 سنين صبيغه، ولا تمشد حتى 3 موا، علاه؟ مخلطه لاشو مع الصبيغه تاع كاملوط، مع الاخر يدير لها الصبار، الاخر يدير لها الملح، يعني الناس ولات تدير امور تبقى مدهوش. تروطوار يخدموه مازال ما ريسيبسيونش، يبدا يطرطق من جهه اخرى، علاه؟ اليوم عندنا نخدموا كلش في الجزائر، نخدموا البافي في الجزائر، نخدموا لابوردير في الجزائر، نخدموا كلش في الجزائر، مي ما كاش لي بون بيرسون اللي راهم في الشورتي، ما كاش شونتي، دير واحد مسؤول ويسنيي، هو المسؤول هو يتحمل المسؤوليه، ما عندناش مكتب الدراسات لازم تكزيجيلو، قال انا يا تجيب لي ناس متمكنين، ما تجيبليش انا سيد عباك دوكا تروح للشونتي تقول له انا عندي 20 سنه اكسبيريونس مثلا، ما يخدمكش والله، ما يخدمك، علاه؟ لانه انت ما يقدرلكش، لانه انت ما يقدرش يقول لك نقص الحديد ولا نقص السيما، تعرف وحده وما تخدمش ب 4 ملايين، واحد اللي خدم 20 سنه في الباتيمون ما يقدرش يخدم ب 4 ملايين صالير، بصح واحد اللي كان يضل قاعد في راس الحكم يخدم ب 4 ملايين، يخدم ب 5 ملايين، كيما الروجي تاع قسنطينه اللي جابوه تسمع في ياسي، ها؟ جابوا تيندوف يخدم من قسنطينه لتيندوف، عمره ولا خدم في الباتيمون، يخدم في شونتي البيجي تاعو اكثر من 200 مليار، شكون اللي كونترولي، شكون اللي يسويفي في الشونتي؟ ارشيتكت يعني يد فارغه ويد ما فيهاش، واش يدير؟ هو اللي يسويفي جيني سيفي،
لي بلونشي تاع 600 700 حتى ال 1000 متر كاري، نهار اللي ديكوفراو فليشات داله فليشات تاع وجه تاع لا هذا يحصل فيه هذا، واحد يقول لي تدعي عيانه، واحد يقول ديكوفراو قبل الوقت، واحد يقول كذا. انت كي تروح تهدر ما كاش معاه من تهدر، تروح تهدر مع الاخر يقول لك انا سنياني بيبي، انا عندي بيبي. تروح تهدر معاه يقول لك لا انا ما قلتوش ديكوفري، ديكوفراها قبل الوقت. تهدر مع الاخر يقول لك انا اللي تدعي لاباس بها، جايز عند سي تي سي، تروح عند سي تي سي يقول لك انا والله ماني عارف الدوسي قديم، يعني ما من تهدر كوارث. علاه ما راناش نكونوا في هذا المجال، نكونوا غير في الطبه، والطبه 80% يروحوا يخدموا في فرنسا، يخدموا في الاملا، مش يخدموا دي ميتسان اللي معروفين على الساحه الدوليه، نو، يقرا ميتسين 10 سنين 11 سنه في الجزائر، يروح يخدم اسيستون في فرنسا يخلص 40000. نعم، وفي الجزائر يديروه طبيب وبقيمته وشيكور ويرفدوه ويحطوه ما يقبلش. نعم، الارشيتكت يقرا الارشيتكتور دير فيها انت يا ال ام دي، الارشيتكتور نديرو فيها ال ام دي، نو، الارشيتكتور هو مو يقرا 6 سنين ماشي 4 سنين، نورمالمون الارشيتكت يقرا لا باس 6 سنين. تهدر مع ارشيتكت ما يفرقش بين الفازيستا والشاسي، عيب والله غير عيب قسما بالله. تهدر مع انجينير وانجيني سيفيل يعني يكراكي لازم طومبري باش تفهم واش راهو يقول، ما يعرفش. كاينين، ماناش نهضروا على كاع الناس، كاينين ناس للاسف الشديد والله العظيم تقول يصلح كلش ما يصلحش غير للباتيمو، وجاي طري ما يصلحش للباتيمو، صح ما يصلحش للباتيمو، طري في عقليته ماشي في حاجه اخرى، غير يضحك ومنه يتمسخروا به في شونتي ولا اخر ويتصارع ولا اخر. علاه اللي هي فليكسيلو مول لونتربريز، اللي كاري له الدار لونتربريز، اللي يشري له التليفون لونتربريز، كي يخصوا الخدامين يخبروا لونفلوب، سي نورمال الدنيا تدخل في عيب. مي هذا السيد باش يشد هذا الامور تكون تحوس عليه الارشيتكت يخدم في مكتب الدراسات البيرو ديتود اللي يخدم عنده يعطيله 4 ملايين في الشهر. يزيد المشكل اللي يغشوا في القدرون في السيمان في الحجر في القرافي، يغشوا في كلش. شوف هذه الحكايه نتاع يغشوا، يجيب له سلعه بار اكزومبل تيو تاع الماء، الاخر عنده في دفتر الشروط في الكاي تشارج تاعو ولا في المارشي في البي بي يو مكتوب كلش، تروح تقلب في البي بي يو تلقى باللي هذا البرودوي هايل، ونهار اللي يجي السيد يجيب البرودوي هذا اللي حيخدم به ويجيب له التيو ويجيب له سيرتيفيكيت كونفورميتي تاع برودوي واحد اخر، مازال ما شفتش انا مكتوب دراسات في التيو يديه اللابوراتوار قال فيريفي لي اسكو هذا البرودوي مليح، ما نستحقش انا يا ما نستحقش انا تجيب لي سيرتيفيكيت كونفورميتي، انا نديه اللابو لابوراتوار يخدم كاع نستخدم ونزيروا مول الوزين يولي يدير حسابه باسكو يرجعوا له السلعه، حلوا مخابر نتاع التحليل تاع هذه العينات وقال يا ودي تيو هذا مليح ولا ماشي مليح، عيان ولا بلاستيك ريسيكلي، تلقى تيو فراجيل كاتبين فيه بي ان 50 هو ماهوش حتى بي ان زيرو، ويديروه في الطريق ويردموه فوق التراب ويجوز الكاميو يتكسر التيو وبعد يخرج الزبل فوق الارض، والتيو تاع الجالفانيزي هو مكتوب جالفانيزي كي تشوفوا هو ماهوش جالفانيزي كاش حاجه يشبه للجالفانيزي دخله في حيط. البلونشي الحبه تاع اللوردي في لي نورم توزن 7 كيلو، ترفع الحبه تاع اللوردي تسيب فيها في 60 كيلو، يقول لك هذا واش كاين في المارشي، عندي ما ندير انا منين نجيبو لك فرنسا، ويجيب التليفون ويبدا يعيط يعرف فلان ويعرف فلان، وانت قاعد يعيط لك واحد يقول لك زير روحك ومنه وكذا، لانه هذا السيد راه يشتكي منك بزاف وراك جايبها موراه، تولي انت ماكش مليح كي تهضر كلمه تاعها. مي لو كان نخدمو كاع لي بروجي كيما الجامع الجزائر، علاه ما نديروش ما نعموش الطريقه اللي كانت في جامع الجزائر، 3 مكاتب دراسات، مكتب دراسات يعس الشركه المنجزه، ومكتب دراسات واحد اخر يعس مكتب الدراسات هذا، ومكتب دراسات يعسهم في 3. علاه ما نديروش هذا السيستم؟ علاه ما نديروش نكثروا مكاتب دراسات، نديروا عندنا مشروع كبير يا خويا في لوفرتير دي بلي
كسوسوا في لا كونسيبسيون ولا في الشركه المنجزه، نديروها ماشي مغلوقه، نديروها في الساحه نتاع البلديه، نديروا كراسه نخسروا عليهم مليون تاع جي وما، والناس قاعد تشوف، اللي عنده اعتراض قال انا جماعه. كاين ديور مخدومين ملاح مصح لي بيعوهم للقيادات يعني الغاليين. شوف تروح تشوف لابارتمون تاع البيبي نتاع الالبيه ونتاع السوسيال ونتاع، ماشي كيف كيف. كاين دي بروموتور خدمتهم خرده، تروح تشوف بار اكزومبل الالبيبي اللي راهم في الخرجه تاع بوسماعيل، هذوك تشوف هذوك مع الباطيمات تاع هذاك اللي راهو في بير خادم، واسمه مشي بسا، واسمه الاخر مداحي، مشي مداحي، يا ربي راه لي اسمه، راهو في بير خادم، عموره عبوره عبوره عبوره، راهو بني واحد لي تور في بير خادم، تشوفه تهرب تدخل للداخل عباك، كي تدخل تمرض، اي بورتون بروموتور وباعها مشكاره، وكاينه فنانه مشهوره ناديه بن يوسف شاريه ثما ديزابارتومون، تدخل للداخل قلبك يولي طول، تروح تشوف الباطيمات اللي راهم في خرجه ابو اسماعيل من الداخل، واحد لا فينيسيون مخك يحبس، خير من تاع اللي يخدمهم بروموتور. دونك هذا المشكل ما راهوش في شكون يخدم، المشكل راهو في الرقابه، اموال ضخمه راهي تصرف على البنيان بصح ما كاش اللي كونترولي، كاع الناس تاكل حلوف، الدوله راهي خصت مبالغ ضخمه. الارشيتكت هذا شكون؟ فاميله ويحيى، فاميله عبد الرحمن، شكون هذا الارشيتكت اللي راه، هذا اللي راه الناس كاع راهي تاكل حلوف، ما يروحش يخدم، ما يروحش يروح على التسعه. يعني انا نهار شفت حداد بدا يبني وبدا يدير في لي زطاروت قلت يعني عظم الله اجر الجزائر في البنيان وفي الصوالح هذو. باه كان يخدم لي راكورسي، باباه تا الله يرحمه انسان خدام، كان يخدم يحكم جهده جهد الحال، عنده فينيشر قديمه، عنده واحد الكومباكتور زوج ولا ثلاثه، واحد سيلندري وثلاثه بنوماتيك، وعنده شويه كاميوات، يخدم غير مورسوات، يخدم المورسو الكبير اللي خدمه هو من المهير لواحد البلاصه كاين واحد 22 كيلومتر، خدم في خميس مليانة، خدم في الدخلة تاع الكوكونديك حتى الطريق هذيك اللي تدي العين النسور واحد 11 كيلومتر، خدم من جليدة حتى عند البون نتاع جامبو، يعني خدم مرسوات صغار، باباه معروف كان يخدم غير مرسوات صغار، عنده فينيشور الفليشة نتاعها 8 مترات يخدمها ادور بريز، يروح ويعاود يولي. من بعد شفنا وليدو، مانيش عارف كاع منين خرج من تحت الارض، السيد ولا عنده لي فينيشور لي كوموند في خمسه لي زيزين، زوج شركات في لاشين وثلاث شركات اوروبيه، يجيب في لي فينيشور من المان، شركه مكوليه في اسبانيا احياها، من فرنسا بارتو وين كاين فينيشور، يشري عنده الالاف مش المئات، الالاف تاع لي فينيشور، زوج كاين هو وكاين امن هيد عنده اكثر من 1500 توبوغراف، الدوله ما تقدرش تريكريتي 1500 توبوغراف، امن هيد على بالك وشنو عنده الطوموبيلات هذيك ماهندرا، عنده واحد 600 ولا 700 طوموبيل ماهندرا، تعيط تقول له خاصني توبوغراف تكوبي قاري عندك، يقولوا قاري وعندك 10 علاه، بصح خدمتهم ما كانش فيهم واحد عارف روحو شو يدير، اي تشنقلو برك، امن هيد عم داوهم كاع الحبس، حداد جاي دالو طرود، المرسو اللي بدا فيه قعد فيه 20 سنه، هذاك المرسو تاع الخضاريه عند البون هذيك وين طاحت الطريق 20 سنه، ملي نشفع على روحي استاد تاع تيزي وزو، استاد تاع تيزي وزو هو ما خدامش، المطار تاع وهران هو ما خدامش، هو دا البروجي ويسو تريتيه، هو تريتي ولكن هو اللي كان ياكل، ايه هو شوف لي بروجي هو يديهم، يدي البروجي بصح هو ما يخدمش، هو قال لك في الاول كان يخدم، قلت لك انا لا نخدم، انا لا نخدم، انا بروجي اللي يعجبني نديه، دونك انا ما نزيدش نخدم. الجماعه اللي يسكنوا راكم شتوا هذاك المرسو تاع بريان في الدخله تاع بريان، يا اخي مساكر،
كوارث. طريق اللور تاع غردايه، هذيك اللي تخرج من غردايه من فوق فيها الطريق اللي منها كان يعني في البروجي ما تخرجش المتليلي، من ثم تكمل الزلفانه ولا تعاود تولي الطريق اللي تدي المسعد وتروح لنقوسه وبنات سايح. هذاك المرسوقه تاع حداد وداه، وكل الدراهم تاعو دا لافونس تاع بروجي 25% داها، بصح ما كاش نهار اللي زيروه. واش داه؟ بعث 20 كاميو رافدين الزيرو 40 ولا ستيريلي في الرخا ثمايا وجبدها بالنيفلو. السلام عليكم. مي رون بوان في الدخله تاع بريان قاعد فيها 20 سنه. نعم الوقت اللي هو استغرقوا في المرسوبات اللي خدمهم كوجال والشركه الصينيه خدموا 1730 منشاه فنيه صغيره فيهم فيها 300 متر، كاين دي بون اللي فيهم 5-6 كيلومتر. نعم خاصة في جوية هو جرم على طريق الغرب، يعني الناس كلات جبل كملاته وهو حاصل في رون بوان. نعم من بعد واش يدير؟ يخدم، ومن بعد واش يدير؟ يروح يسيو ميسيوني باش يخدم لنيو جيرسي، جاب الماشينات. واش يدير؟ يخدم تاع وسط الطريق ومن بعد يخدم الاخرى. كي يخدم هذه يعاود يكسر هذيك ويعاود يسو تريتي، يعاود يسوميسيوني ويعاود يدي فيها، باسكو علاه مور اللي يخدم هو تكون دو باساج وما دير تشوها تروا باساج، يعاود يكسر هذيك يعاود يحول الماشين غير تب 10 كيلومتر والدراهم كل سمانه يدخلوا. ما وين الدور عنده بازفي؟ كي تدخل لبازفي تلقى 20 واحد لداخل 20، وراه الماتريال كاين بصح الغاشي ما كاش. كيفاه؟ كاين عنده باز في بريان، عنده وحده في بالليل، عنده وحده في البون هذاك تاع الدخله تاع حسير رمل، عنده وحده في جورزي، قلت لك في جورزي في عين الروميه، عنده وحده في الدخله تاع بيض الله. يعني وين تروح كاين عنده باز فيه. بصح الخدامين اللي يخدموا في عين الروميه هما اللي يخدموا في بيض الله، هما اللي يخدموا في بالليل، وهما اللي يخدموا في بريان، هما بارتو في بحبح بارتو عنده لي باز دو في. مي شوفور واحد عندهم هذوك لي فورغو يركبوا في الفورغو يخدم 5 كيلومتر في وسارة، غدوه من ذاك يروح يخدم في بريان، بخير غدوه من ذاك يروح يخدم في طريق تاع اللي تدي البوسعاده. يعني هذا الناس شكون اللي كان يكونترولي فيهم؟ ما كاش. تهدر معاه تروح الصباح للبيرو يقول لك راك موقف. دونك الناس هذو كانوا شواكر ما كاش يهدر معاهم. تهدر معاه يبعثوا يعيطوا لك في التليفون يقول لك غير ما كان جا غدوه. اليوم لازم نحسنوا الاستثمار في الانسان، في العنصر البشري، لانه كي نكونوا عنصر بشري مؤهل. الكونديكتور طرابو ماشي لازم يكون عنده دراسات عليا، نو، عنده واحد المعايير سبيسيال. انا نعرف ناس لا علاقه مع الباتيمون بصح كونديكتور يطير من المخلع. علاه؟ لانه يفرض شخصيته وعنده هيبه ما تعجبوش يقول لك عاودها، انت تخدم وتقول يا ربي ويقبلها ما كره هو ما يعرفش. مي شفنا ناس يعرفوا مي ضعاف شخصيه، كونديكتور ترافو تلقاه مع البيروديتي قاعدين في القهوه يستقهوا، عيب. لانه في الباتيمو البيروديتي والانتربريز هما اعداء، نورمالمون تكون كاين بيناتهم عداوه يعني ازليه ما يتلاقاوش كاع. ما تقوليش لا لا وخاوه، نو، كل واحد يضرب على كرادو الا حبيت الشوطي تاعك ينجح. كي تصيب البيروديتود مع لونتربريز قاعدين يستقاو ويضحكوا على بالي البروجي هذا يدخل في عين، سي بون هذا البروجي قضيت عليه. ميثود لوفراج ما كونتروليش، يعطي له بروجي قال انا البيروديتود يدبر راسه ما يروحش. دار واحد الروبورتاج في التلفزيون على واحد الطريق الناس تشهد فيها قبل ما تدخل السيميات، يشهدوا قال لك نشهدوا ونصلوا قبل ما ندخلوا. وين الطريق؟ طريق السيارة حاجة بحية ايه يشاهدوا فيها هذيك التقر ايه جبهية بون ماشي يشاهدوا فيها، يصروا فيها بزاف لي زاكسيدون باسكو الطريق مكسرة، الطريق محفرة. هذيك خدمها حداد، هذيك خدمها حداد. نعم هذيك تمشي 60 قادر تيرابي 60، هذيك ابي تمشي ابي تقدر دير اكسيدون ثم، لانه حفر تشوفهم تنخلع. من بعد نهار اللي تعرف باللي هونداي وهذيك شغل دودانيا دوريجين هذيك طالعه وهابطه
من بعد تشوف باللي السيد طحكوت وحداد متفاهمين، تحس باللي دايرينها اكسبري هكاك باش السيد يخدم، باش لابيس تنباع وطنوبيلات ينباعوا، باسكو هذا بروجي، لانه خليها تصدي الى ما على بالكمش. او اللي خرج هذه الحكايه هذه هو وليد طحكوت بلال، شكون لطفي دوبكانو بن سديرة، كاينين وقت الخمسة ولا ستة هما اللي خرجوا الحكاية تاع خليها تصدي وداوها ليها مقابل لم يسبيع. نعم تفضلي مدام جوهر.